تفضلوا الاكل اهو. بس معلش بقى، كل واحد هياكل له لقمه صغيره عشان الاكل يكفينا لحد ما باذن الله باذن الله حد يجي يغيطنا. يا استاذ اتفضل. متشكر يا انسه عتاب، انا مش جعان. يبقى الاكل بتاعنا مش عاجبك، انت بخيل ولا ايه؟ لا مش القصد، بس انا شايف في القعده يعني في رضع وكتع وسذج وعجائز بتتدفع حول نار المدفأه، دول ما يستحملوش، انا استحمل. اقول لك خليني في الاخر، والاخير ربه كريم. ربنا يكرمك ويطعمك ما يحرمك. يا ريت كل الناس زيك كده، هو انوع وراضي. اتفضل. ايه دي سبريني؟ انا ما عنديش صداع، انا عايز اكل. ما تفقش لي بالطيب وشويه فشيخ ومفتقي. الله يستركم، ارضوا بقى ليلكم، احنا في مصيبه. انا فقش له بالطين. ايه اتفضلي يا دكتور. بس انا مفروض اخد نصيب اتنين، انا تو ان وان. طيب بصي، لو اتبقى حاجه هبقى اجيبها لك. وعد وعد. طيب بس ما تقولش لحد. لا سرك في بير. اتفضل يا عريس. عريس ايه؟ ده انا لو عرسه مش هتديني كده. انت لازم تتغذى، خد حته كمان. انت زودتي ولا نقصتي؟ يا استاذ عربي، انت مش هتنادي هانم مراتك تاخد نصيبها؟ خلي بالك النهارده اصيبت بحاله هستيريه، جالها صرع شحاري تنبثاوي ثنائي القطبين، وكانت هتاكلنا كلنا بما فينا دحروج. ازاي؟ ده انا مطعمها ضد الشحاري والبلهارسيا، وبعدين مراتي من ثنائي القطبين، مراتي ثلاثي الابعاد. انا عالم برضه وقفشتك. خدي هنا، هاتي هاتي مناب هانم، وانا يعني احاول اكبره لها، الف لفه هدايا ولا هتصرف منها. اتفضل. اتفضل يا استاذ. انا ادي نصيبي للمدام، يبقى كاني اكلت بالظبط. والنبي انت اصيل. لا 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 مش دي، دي خد انت اديه. اشيلها بقى وناكلها لوحدي. اتفضلي يا عصفوره. طب ما فيش خس او تشيري توميتو؟ ايه تشيري توميتو؟ لا فيه شيري عادل. اغرفلك. طب خلاص ماشي ماشي هاخد كده. اظبطي كده هو. اتفضل يا استاذ. ثانك يو ثانك يو. ايه يا بنتي ده؟ ايه اللي جايباه ده؟ انا فيرست كلاس، يعني الدرجه اولى، ده اكل ايكونومي، وانا طالب في منيو الابريتيف سيمون فيمي وجريل سالمون. ايه ده؟ معلش يا ام شريف، ما لقيتش طماطم فقالت تعمل لحضرتك بنيه. هو احنا لاقيين ناكل؟ ام شريف ايه ام شريف؟ طيب ما انت كده هتقلي ادبك عليا، ارفدك من الشركه. انا بقول لك اهو بحذرك. مش اما نرجع الاول يا استاذ؟ اتوضع لله. 5 4 3 2 1 فاير. نار 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 نار. ساندويتشي المفضل اومليت سبانيولي، يا ريت بقى تجيبي لي واحد شامبين سائع. احنا ما عندناش صابون نستحمى، مش هعرف اجيب لك شامبوهين. ها الراجل الساحر ده. اتفضل يا باسم باشا. شكرا يا عتاب، انا مش عايز اكل، بس عايز اقول كلمه للناس اللي معانا. يا جماعه علشان نعدي من المحنه اللي احنا فيها دي لازم نستخدم خيالنا، خيالنا بس هو اللي هينقذنا. الاخ محصل اللي نفسه في فسيخ او برطمان مفتقه، امسك حته الفراخ وتخيلها برطمان مفتقه. انت يا عربي عريس ونفسك في اكل عرايس، كل حته الفراخ وتخيلها بوس حمام. الاخت العصفوره اللي نفسها في شر عادل، كل حته الفرخ كليها، تخيليها شر عادل، تخيليها وفاء عامر، انت وخيالك. الاستاذ ايمن نفسك. بس بس يا بابا بس. على فكره لسه ما قلتش كل الناس. شوف عشان تبت قلبك دي، ربك الكريم خلالك اكبر حته. اتفضل. ايه ده يا عنيا؟ ده اعتبرها مزه مز بيا. انت لسه واقفه هنا؟ امشي غول يا تيجي اكل اكله بدل ما اكل دماغي. يلا انت هتخبيض ولا ايه؟ لا بقول لك انا ما عنديش غير الجزمه دي، انا نسلها على الشرشبه اللي على الدرج. يا دكتور يا دكتور يا Shoot up!
سي اي او سان سي اي او سان سي اي او سان سي اي او بتعملوا ايه؟ تلعبوا صباح الخير يا سين؟ ردوا عليها يا جماعه، قولوا لها صباح النور يا استاذ عتاب. صباح الخير يا سين ايه بس اللي بنلعبها؟ بنعمل تمرينات علشان نحرق الاكل اللي بناكله ونحافظ على لياقتنا البدنيه، احماءات يعني. طب وانت تتحمق ليه على الصبح؟ ما تصطبح كده، هو متابعه ربنا. احماءات يبقى بتحمق؟ يعني لو قلت لك انا بعمل استرتشات ابقى بلبس استرتش؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بخرف. هو الصراحه ما فيش اختلاف، انا معاك يعني الرياضه دي حاجه مفيده، بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. انت يا بنتي مش فاكره حاجه في حياتي غير كتاب القراءه بتاع خمسه ابتدائي؟ طب اله اللي فيا يجي فيك، تعالى بقى عشان نصحي الجماعه عشان يفطروا. ايه ده، هنفطر بدري كده؟ احنا لسه واكلين امبارح بالليل، خليها بكره. لا بقول لك ايه، انا تعبانه معاكم، ده انا طالعه من على الشجره ونازله من على الشجره وراح الغابه وجايه من الغابه لحد ما ظهرت. ما تقوم تكلمني على حيلك كده، اقف على حيلك كلمني. عايزه ايه يا بنت؟ عايزه ايه؟ نعم اؤمري. عايزين ناكل. هتفطرينا ايه؟ مكرونه بشاميل ومحشي كرنب ومسقعه. ايه العك كده؟ هنفطر؟ لا لا لا، انا رايي نفطر مكرونه بشاميل ونتغدى محشي كرنب ومسقعه. يا اخويا ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو في حاجه ناكلها غير اللي كلناها امبارح؟ هو الاكل امبارح كان ايه؟ الاكل امبارح كان بانيه. ايه؟ كان بانيه. في اكله في الدنيا اسمها كان بانيه؟ الاكل كان فراخ بانيه. اه انت بتقرب المشبك، يعني الاكل امبارح كان فراخ بانيه خليتيها كان بانيه. يا استاذ بطل تسخر مني بقى، عشان ايه؟ خلينا نسلك مع بعض كده هو ونوصل لبر الامان. انا اسف يا عتاب، انا اسف، حقك عليا. ممكن بقى تروحي تطلعي وجبه واحده بس عشان نفطر بيها؟ انت هتعد ورايا؟ كف نفسك، كف نفسك. يلا يلا مرنهم ال ايه وش الحاجات اللي كنت بتقولها دول، وخلي بالك البت دي مش بتعمل كويس. شكرا يا عتاب، شكرا. الاكل كمباني كمباني. ايه هي اللي قالت؟ هي ايه كمباني؟ كلمة قبيحة. طب دي أكلة يعني زي كان في ليه؟ أنتوا الأكل بيضحكوا. كمباني هانم؟ دي بتموت ولا بتنفس دي؟ هانم هانم ايه يا عرب في ايه؟ خرب بيتك يا بيت، بتصحي تغمضي عينك ونايمه مفتحه عينك. ايوه ماني بنام وانا فاتحه عيني عشان امل عيني منك. يا سلام على الدلع اللي هيجيب لي الرعب. وايه اللي جابك تنامي جاري يا بيت؟ جاي. يا سلام، نايمه مفتحه عينك، نايم جنب ناشونال جيوغرافيك. انا اللي بتقول ده يا عرب؟ انا مش فاهمه حاجه، بس قلبي بيقول انك بتقول حاجه تزعل، انا زعلانه منك. خلاص يا بت، يا بت خلاص، ما اقدرش على زعلك. لا فين الضحكه الثقيله اللي بحبها؟ والله العظيم يا بت متوحشك. بقول لك ايه؟ امبارح وانت معديه كده لمحت رجلك. رجلي فيها يا بت؟ ما انا جوزي. ايوه صح، من حق اشوف رجلك وايدك كمان. لا فيعني جيب بالي كده فكره قصيده على رجلك. بجد يا عربي؟ اي والله. كتبت لي قصيده زي زمان؟ طب قول. اسمع يا بنت، فخاد العالم ما تهز الشعرايه مني، عشقتك يا هانم غصب عني، ولو خيروني بينك وبين اي حيوان هختار الحيوان واذبحه عشان اني جعان. وعربي حلوة صح؟ أوي. بفكر أبيعها لمحرم فؤاد. بيعها يا منى عاني للي تبعها لي، كفاية إنك تعبت نفسك وكتبتها لي. يا فرحتك يا هانم، قاعدة وقدامك القمر وقاعدين في الطل والدنيا هدوء. يا مصدي الحقوا يا أهل الجزيرة، الحقوني في حرامي وسطينا. إيه بتزعقي ليه؟ الواحد ما يعرفش ينام في الجزيرة دي، إيه اللي حصل؟ الاكل اللي كنا هنتقود به لحد ما حد يجي يلحقنا اتسرق. يا نهار اسود ام نايل، اتسرق؟ ده مين اللي سرق الاكل ده؟ والله ناكل مصاريله. ايوه فرج عنده حد، احنا اول ما نلاقيه ناكل مصاريله مع فرج. في سؤال بسيط كده يا انسه لو سمحتي، هو في حد غيرك كان يعرف مكان الاكل ده فين؟
انت بتتهمني؟ عيب اللي بتقوله ده يا استاذ ايمن. انا لا بتهمك ولا حاجه، بس يعني قعدتي تقولي كلام كبير قوي. انا اقدم مسؤوليه وانا 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 ايه؟ كنت بتنيمينا ولا ايه؟ خلي بالك يا استاذ ايمن اللي بتقوله ده بيجرحني. بيقول لك تعرف فلان؟ اعرفه. عشيرته؟ عشيرته. يبقى ما تعرفوش. امال يعمل ايه يا بنتي بس عشان يعرفه؟ يناسبه يعني؟ لو سمحت ما تطلعش بره الموضوع. انا قدامكم اهو يا جماعه، لو شاكين فيا فتشوني. انا صحيحه غلبانه وفاقده الذاكره، بس على ما اتذكر ان انا بنت ناس ونفسي عزيزه. انا كنت فاكره ان احنا بقينا اسره واحده. صحيح اللي مني مزعلني. ما تظلموش عتاب يا جماعه، مش هي اللي سرقت. انا عارف مين اللي سرق. اللي سرق ده واحد مننا. برافو برافو يا حضرة الضابط، برافو برافو. ما هو اكيد واحد مننا، مش ممكن يكون منهم، لان مفيش منهم.